الله انا مني 100 ريال ما في واحد يعب لي الخير يا عيال عيال ايه ولا منت يا اخوي طلعني انا والله اني في حراج ماني في مطعم اسمعوا يا اخوي مطعم محطه كم سنه مطعم في صناعيه ما كلم صح هذا الجوال كلم طبعا جواب من الاداره من اخوي راس الحربي يستاهل تحياتكم كلم هاي الكره حزاج جا وجا ام نايمه ام نايمه الحين حبيبي والله حبيبي راجع حبيبي يلا كلم كلم يا اخي كلم ام اي امك اي واحد ام اي واحد يعني اي ام ابوك دعوه سلف هي سلم امك كلمه شوي وين حبيبي سلام سلام جيب لي اسعاف ابو سعد جيب لي اسعاف بسرعه ضرب يدي اسعاف جيب لي اسعاف بسرعه جيب لي اسعاف كم انت وقت بسرعه بسرعه ما كنت تدخلون على الهواء بسرعه سرعة سرعة يبغى يلحق على الهواء ايه كم يا اخي نسيت الاسم انت نزلونا نشد حزينة في المونتاج 9 9 3 1 1 ما دقيت ترى ما دقيت ما دقيت لا لا اتصل اتصل لا لا اتصل اتصل لا 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 اتصل اتصل لا لا ما في اتصل ابوك عند الحضر ابوك نسيت الحين ابوك ابوك ايه ادق على ابوك هو يكلم يعطيك رقم ابي ما من بدون حافظ اي رقم واحد في العالم رقم يقول لك حاجه جيب رقم جيب الرقم يلا نفس النقط يا راس الصوت الحمد لله يا بعد راس يا ابو معيض والله والله انك وافي والله وافي انا شوف عيال الان نقوم شو نسوي نقعد ننقز في الشوارع في الحاره اللي هنا نقد ننقز فيها وننقز لين ما نتكسر في مطلع سعب واحد نقز نقز لحالك روح يا الغالي ها ترى في ناس ما كلموا امهاتهم حزينين منهم في ناس يا انا هارج تو ما حد لمي طيب مين لا ما بقى لك اذا ما معي لك انا كلمت امي اخوي افرح يا اخي لازم اروح افرح بس انا ما افرح لانه انا حالي مثل حال خويي انت كلمت امك الحمد لله طيب يا اخي كلمت العائلة الكريمة كلها اوكي لا تفصل علي اشتقال لا 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 ما اوكي انا ما افرح هذا هذا اول واحد تكلم ناصر اعطى جوال المهيبي تاخر روح كلم مروحة خلى الرجال يتعشى بالخير خلى الرجال يتعشى بالاشتراك يا اخي اصبر يا اخي انت الله يصلحك خلى يتعشى او هيبي ما كلم المهيبي ما كلم وقلنا تو ناصر اعطى جوال قال كلم امك جوال مع المهيبي تكلم ما يمكن نايم صح؟ اي اتوقع يمكن نايم ولا احد رد عليك ما جوالي من يوم يدك قامت صلاة والله وانا وانا فقعت ندع عليهم انتظار لكن ما شفت منهم يا شيخ الله يسعدك يا عبود امين خل والله خلال خل والله خلال اودي اعطيك خير يا اخي لا يروح على توك تكفى راح اكلم امك شيخ ما فكرت عندي ارقام كلمت ما كلم ما كلم عليكم يا شباب الله يسلمك روح الصلاه خليهم يصلون بدري قلت والله تعني يا اخوي قلع يا ابو حامد قلع ابو حامد ابو حامد والله العظيم لا اقول ما استنباع قال ما زعل خلاص ابو حامد يا شباب امي تسلم عليك تقول تراك وزعجتونا امي امي خلاص ابو حامد ابو حامد بقلبك اسمعني اذا كلمت امك مره ثانيه واحده ابي اذا كلمت امك مره ثانيه قل لها عشان تسمعنا قل لها عبد الله الجميري صار ينام بدري عشان يقول فجر قل لها هذا الكلام رحت لك ابو عشان انا وايتم عشان جينا بعد السفريه ايش قالوا لنا يا هيثم تسلم عليك يا عيال امي تقول لكم انتبهوا انفسكم يا عيال امي تقول يا خالد جيب شيء ما ادري شو تابو زين اللهم لك الحمد كثيرا يليق بجلالك العظيم سلطانك اللهم لك تخيل انه شايل شايل في جيبي صوره شخص من اشخاص بحب له انه صوره مخلد غصب عني يا جماعه والله مو بغصب عني يا جماعه مخلد الا والله ما في الا ايش مخلد تجي تجي الضحك بتاع مش قاعد مخلد ايش كاتب رد يا مخلد اسمه ترانا الجنة ترانا الجنة يوري عيال خلاص المكالمة عاد تدق مرة ثانية كنت طيب ارد على طول ما شاء الله والله طيب انزل انزل ادعي عليه ادعي عليه ادعي عليه ادعي عليه ادعي عليه ادعي خلودي يا شباب الحين فترة تسكرين ادعي عليه 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 اد